السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنقول شويه معلومات مهمه جدا عن جوجل كولاب، يلا بينا. تمام، فيا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت يعني لو تعمل لايك او تعمل تعليق تحت على الفيديو بحيث ان احنا نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيدهم ان شاء الله. فاول حاجه نبدا بيها ايه اللي هو ازاي اغير نوع الران تايم اللي احنا بنشتغل عليه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ انت في كل شغلك على جوجل كولاب انت بتشتغل على السي بي يو، تمام، اللي هو المعالج العادي، تمام. واحنا طبعا اتكلمنا قلنا ان فايده كولاب بشكل اساسي ان انت لو عندك جهاز ضعيف وعايز تستخدم كارت شاشه فانت عايز تستخدم كارت الشاشه اللي عند جوجل، تمام. انت جهازك مش عنده كارت شاشه ولا اي حاجه، طب ليه هستخدم كارت الشاشه من الاساس؟ عشان وضحنا طبعا في اول فيديو خالص في الدوره احنا وضحنا ان كل الحاجات بتاعت الديب ليرنينج والمعاملات وكل حاجه بتعتمد على كارت الشاشه عشان تبقى العمليات بسرعه، تمام، ويبقى التدريب بتاع الموديل اللي عندك سريع وكل حاجه. ازاي اغير من السي بي يو لكارت الشاشه الموجوده عندك في جوجل؟ بص يا سيدي، انت تيجي هنا على الران تايم دهيت، تمام، وبعد كده تقول له تشينج ران تايم تايب، تمام. نان ديت معناها مين؟ معناها ان هو بيستخدم السي بي يو، تمام. فانت هنا تعمل ايه؟ هتتكي على نان ديت وتقول له جي بي يو، كده انت بتستخدم مين؟ كارت الشاشه، تمام. وهتقول له سيف، تمام. وبعد كده لو انت بقى عملت كونكت، بدات تعمل كونكت هنا، تمام، هيبدا بقى ان هو يوصلك بالجهاز ويديلك كمان كارت الشاشه تبدا تشتغل عليه، تمام. في مشكله بس واجهتني، انا كنت مثلا بدرب موديل معين ويعني الموديل كان هياخد وقت يعني، تمام، بس لو هو مثلا الوقت لو انا كنت هدربه على السي بي يو كان هياخد تقريبا ساعه، تمام. لما كنت هدربه على الجي بي يو كان هياخد تقريبا ربع ساعه، تمام. فهو المشكله ان انا جيت دربته يعني قعد معايا تقريبا 10 دقائق بس استخدم الجي بي يو، بتهيألي 10 دقائق بس، وبعد كده وقف، تمام. وبعد كده الموديل بقى تدريبه بطيء جدا وخد تقريبا يجي ساعه، تمام. فانا مش عارف صراحه ايه المشكله، يمكن ساعتها ساعه ما انا كنت بدرب ولا حاجه كانت في مشكله عند جوجل او هو كان بيعمل حاجه او مشكله مثلا عشان انا من مصر مثلا، مش عارف صراحه ايه المشكله فين، بس ان شاء الله كنت تتحل يعني باذن الله، تمام. فدي الفكره كلها. طيب بعد كده في حاجه كمان، لو انت جيت بصيت بردك هتلاقي ان في نوع تاني تحت كلمه جي بي يو، في نوع تاني اللي هو اسمه ايه؟ التي بي يو، تنسور، اسمها التنسور بروسيسنج يونت. بص التنسور دي حاجه مهمه جدا، يعني حتى في تنسور فلو اسمه جاي منها، تنسور وفلو، تمام، تنسور فلو، تمام. فهو التنسور اللي هو حاجه مهمه جدا في الديب ليرنينج، تمام، عشان بس ما نطولش الفيديو ونتعمق في حاجات مش ضروريه، تمام. فهو التي بي يو دي بردك يعني وحده معالجه مخصصه تقريبا مصنوعه خصيصا عشان الديب ليرنينج، ما لهاش اي فايده في الحياه الا هي الحاجات دي، تمام. هتقولي طب ما الجي بي يو، ما هو الجي بي يو، لا الجي بي يو لها حاجه من اتنين، يا يعني اما مثلا تستخدمها عشان العاب ودي طبعا الشائع جدا وبيستخدموها كمان عشان الديب ليرنينج والحاجات دي كلها، تمام. انما التي بي يو لا، مخصصه بس عشان الديب ليرنينج، تمام. وطبعا التي بي يو بتبقى اسرع بكتير من كمان من الجي بي يو، يعني شوف هو في مراحل، اقل حاجه السي بي يو واعلى حاجه التي بي يو، تمام. فصراحه التي بي يو انا ما جربتهاش وما استخدمتهاش الصراحه في موديلز انا كنت بدربها ولا بعمل فيها اي حاجه، فممكن انت تجربها وتشوف كده يعني ان شاء الله، تمام. وممكن مثلا تكتب يعني تجربتك ايه اللي حصل وكده يعني تحت في التعليقات بحيث الناس تستفاد بردك لو قرأت التعليقات ان شاء الله، تمام. طيب في حاجه كمان كنت عايز اوضحها اللي هو الشغل بتاع جوبيتر، تمام. يعني ممكن مثلا ما يكونش مثلا عندك خلفيه عن جوبيتر ولا حاجه، فهو جوبيتر نفس البرمجه العاديه بالظبط، ما فيش اي اختلاف ولا في اي حاجه. احنا قلنا كولاب هو عباره عن جوبيتر بس بشغال على جهاز عند جوجل، تمام. يعني نفس الكلام بتاع جوبيتر نوت بوك هو نفس كولاب بالظبط، تمام. يمكن الاختلاف بس في الاختصارات او الشورت كاتس بتاعت المفاتيح بس وخلاص. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ بص يا سيدي، جوبيتر نوت بوك هو عباره عن برمجه عاديه جدا، تمام. يعني مثلا تعالى بص، شفت المثال اللي هنا عامله ده اللي هو اكس بيساوي 5، ده متغير، تمام. فلو انا اتكيت شيفت انتر او اتكيت على العلامه اللي هي البلاي دي، تمام، اتك على اي واحده من الاثنين، فاتك شيفت انتر، تمام، فكده في متغير اسمه اكس بيساوي 5، تمام. لو انا قلت له اكس هيديني مين؟ هيديني 5، هيقول لك ان المتغير اكس ده بيساوي 5. الميزه بقى في جوبيتر ان انت ممكن من غير ما تكتب برنت ومن غير ما تكتب اي حاجه على طول، تمام، يدي لك القيمه بتاعتها. طبعا لو انت مش عارف جوبيتر نوت بوك ومش عارف الكلام ده كله هتلاقي في فيديو تحت في الديسكربشن بتكلم عنه بالتفصيل شويه، تمام. وكمان برشح لك كتاب تاني برضك، هسيب لك اسمه الكتاب تحت في الديسكربشن، كنا عاملين عنه ريفيو، هسيب لك اسم كتاب بيشرح جوبيتر نوت بوك بالتفصيل الممل، يعني صراحه كتاب رائع جدا يعني، تمام، ومجانا كمان، مش محتاج انت تشتري اي حاجه، فهسيب لك برضك الرابط بتاعه تحت في الديسكربشن ان شاء الله، تمام. طب ايه الميزه بقى تاني؟ الميزه مثلا لو انا جيت قلت اكس بيساوي 6، تمام. طيب لو انا جيت بقى شفت هنا، لو انا جيت عملت رن هنا
هيقول لك اكس بيساوي 6، تمام؟ مع ان المفروض لو انت مثلا في البرمجه العاديه هتلاقي ان المفروض اكس بيساوي 5، وبعد كده لو انا جيت طبعت اكس هنا هتديك 5، ولما اغير قيمه الاكس هنا المفروض تبقى 6، تمام؟ المفروض بقى لو انا عايز اجيب قيمه الاكس الجديده تتعامل من تحت، تمام؟ لما لا، تمام؟ في جوبتر نوت بوك لا، هو عباره عن السيلز، حاجه اسمها السيلز ده كل واحده لوحدها، تمام؟ لو غيرت قيمه المتغير وطلعت حتى في اول واحده خالص وطبعت قيمه المتغير هيديك قيمه المتغير النهائيه واخر قيمه انت عدلت عليها على المتغير. فدي يعني يعتبر الخلاصه بتاعه جوبتر نوت بوك، تمام؟ بس تاني حاجه الشورت كاتس، تمام؟ طبعا انت ممكن مثلا ايه تيجي هنا في ثلاث نقط اهوت، مثلا انا عايز احسب الجزء اللي انا واقف عليه ده اسمه سيل، تمام؟ السيل اللي هو شفت العمود اللي وقع بيختفي ويظهر ده، دي كده انا محدد واقدر اكتب في السيل ده، تمام؟ لو انا اتكيت الاسكيب، الاسكيب اللي هو في الاخر خالص، اخر مفتاح خالص في الكيبورد فوق على الشمال، تمام؟ اتكيت على اسكيب كده الاختفى، تمام؟ العمود ده، فكده انت محدد مين؟ محدد السيل ذات نفسه. قبلها احنا كنا جوه السيل، دلوقتي لما اتكي على مفتاح اسكيب كده انا محدد السيل ذات نفسه، تمام؟ فانت لو في جوبتر كنت بتتكى دي دي، حرف الدي مرتين اتنين ورا بعض دي دي، تمام؟ هيحذف لك المين السيل دي. انما هنا في كولاب بتتكى مين كنترول ام دي، تمام؟ مسحتها لك، تمام؟ فدي الفكره كلها. تعالى بقى نتكي شيفت انتر نعملها تاني، تمام؟ شيفت انتر طبعا بينفذ لك الكود اللي في السيل اللي انت واقف عندها ديت، وبعد كده ينقلك لسيل تاني او يعمل لك سيل تانيه لو ما كانتش موجود، تمام؟ ينقلك للسيل اللي تحتها او يعمل لك سيل تاني، تمام؟ فهو شيفت انتر اهوت بينقلك للسيل اللي تحتها، تمام؟ طب انا عايز مثلا مش فاكر الحاجات ديت هعملها منين، ممكن تيجي على الثلاث نقط دولت، تمام؟ وتقول له مثلا كات سيل اهوت شورت كات هنا، ماشي؟ هنا اتك على ديت كنترول ام، هو حتى بيدي لك الاختصارات كنترول ام وبعد كده حرف الدي، تمام؟ وهكذا يعني. طب انا اعرف منين الشورت كاتس دي كلها؟ بتيجي على التولز هنا وتتك كيبورد شورت كاتس، تمام؟ طيب كتير قوي صح؟ تمام. فاعرفهم منين دولت؟ بص يا سيدي، التكه كنترول اف، تمام؟ عشان تقدر تجيب بس اللي هو البتاع اللي بيبحث ده، تمام؟ واكتب مثلا كلمه سيل، تمام؟ هيجيب لك بقى كل الحاجات المتعلقه بالسيل اللي عندك، تمام؟ يعني اد سيل يعني انت تضيف مثلا سيل فوق السيل اللي عندك، او خليه فوق الخليه اللي عندك، او تضيف خليه تحت، او تحذف الخليه ديت، او تنسخ الخليه ديت، او تعمل لها قط مثلا، كل الحاجات دي كلها، تمام؟ في هتلاقي هنا الاختصارات بتاعتها. طيب وحتى انت كمان هتلاقي هنا في ست شورت كات، يعني مثلا الشورت كات مش متحدد مثلا للامر ده، فانت ممكن تحدده انت الشورت كات بنفسك، او اللي يليق عليك، او اللي يعجبك يعني، تمام؟ وحتى ممكن انت تغير على الشورت كاتس اللي موجوده ذات نفسها، تمام؟ فبراحتك خالص، وعشان انت بس ايه تعمل حاجات اللي تساعدك انت تبرمج بسرعه ويكون ايه عندك انتاجيه اكبر، تمام؟ طيب مثلا انا عايز احذف السيل بتاعتي اعملها ازاي؟ اهو تكتب مثلا كلمه ديليت، اهو هيقول لك ديليت سيل او سيلكشن، هيبقى كنترول ام وحرف الدي بس كده، تمام كده؟ بس فدي الفكره كلها، تمام؟ فهو دي ان شاء الله اخر درس لنا في الدوره ديت. فلو عجبتكم الدوره او فيها اي حاجه استفدتوا منها فهو توفيق الله اولا واخيرا وليس مني في شيء، تمام؟ ولو في اي خطا او اي حاجه ما عجبتكوش فهو بسببي واهمالي وسبب خطا البشر، فسامحوني على كده ان شاء الله، تمام؟ ويا ريت لو تكتب لي تعليقات ايه اللي ممكن احسنه في الدوره اكتر ان شاء الله، تمام؟ وباذن الله ومثلا في اي حاجه جديده اتعلمتها في كولاب او في اي حاجه جديده ان شاء الله ظهرت باذن الله هعمل عنها فيديو واطور الدوره اكتر واكتر ان شاء الله. تاني حاجه كمان ان شاء الله هتلاقي تحت في الديسكريبشن هتلاقي في لينك على الجيت هاب، تمام؟ في كل الاختصارات اللي استخدمناها في الدوره، اللي هو مثلا ازاي تحمل من على الجيت هاب، وازاي تحمل مثلا من على الكاجل، وكل الاوامر اللي احنا استخدمناها هتلاقيها متجمعه ان شاء الله على الجيت هاب، تمام؟ حاجه كمان ان شاء الله هتلاقي تحت في الديسكريبشن بردك روابط، لو انت حابب تدعمنا مبلغ بسيط مثلا ولا حاجه ان شاء الله هتلاقي في تحت روابط ان شاء الله بحيث ان انت تقدر تدعمنا، تمام؟ وفي مواقع التواصل الاجتماعي لو عايز تتواصل معايا باذن الله. فيا رب يكون الدوره دي عجبتكم واستفدتوا منها، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.